خير عن جديد. مثل ما حكينا أنه الأمراض العصبية والنفسية مرتبطين ببعض بشكل كتير كبير، وكتير من الأحيان منلاحظ نشوء مرض عصبي نتيجة مرض نفسي، وأساساً كمان العكس صحيح. كتير من الأحيان بتكون الأدوية العصبية ممكن هي السبب الأساسي بالاكتئاب، ولذلك لنعرف أكثر عن هالموضوع صار معنا عبر السكايب من قطر الدكتور أحمد خليفة، استشاري بالأمراض العصبية الداخلية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا مرحبا. أهلا فيك. بداية دكتور خلينا نحكي عن الأمراض العصبية ذات المنشأ النفسي والأمراض النفسية ذات المنشأ العصبي. تمام، بالحقيقة حتى أوضح الفكرة يعني مفروض أحكي شوية عن الجملة العصبية. نعرف إحنا الجملة العصبية بتنقسم للجملة العصبية مركزية عبارة عن الدماغ والنخاع الشوكي ومنها بينبثق الأعصاب والمخيطين. هلا أهم شيء بالنسبة للدماغ، الدماغ بينفرز من القلب، لذلك رب العالمين خلقه صندوق عظم هو الجمجمة ليحميه. لو شفنا الدماغ إحنا طبعاً الدماغ في 100 مليون خلية، والدماغ له نصفين كرة مخيتين، وعادة هال 100 مليون خلية وزن الدماغ بين كيلو ونص تقريباً. بس هالكيلو ونص هدول رغم حجمه الصغير اللي بشكل 2% من وزن الجسم، بس بياخد 25% من دم القلب. فالدماغ مثل ملكة النحل، بده أكسجين وسكر يتغذى عليها. حتى تكون وظيفة الدماغ بالحقيقة مضبوطة لازم يكون القلب سليم حتى يضخ دم للدماغ، لازم تكون الرئة سليمة حتى تعطي أكسجين جيد للدم، لازم تكون الكلية والكبد سليمة حتى تنقي الدم، والدم اللي بده يصل للدماغ ما بمر للدماغ إلا عبر حاجز دموي دماغي حتى ما يفوت إلا السكر والأكسجين. طب معناها دكتور نحن شو بنقصد بمرض الأعصاب النفسي، ويا ترى ممكن هذا الشيء يعمل ألم حقيقي بالجسم، ألم جسدي؟ هلا هاي بالحقيقة نسميها متلازمات عصبية نفسية كتظاهر لبعض خلل واضطراب بالدماغ. فبصير هالشيء مثل الناس اللي عندهم صداع توتري بالحقيقة، وهو ألم بالحقيقة هو نتيجة الضغوط النفسية التوترية. ما بنعرف يا ترى هل في حلقات، بنعرف الدماغ معقد كثير وفي حلقات كهربائية ودارات كهربائية بتصل بين أغصان الدماغ المتفاوتة، وبالتالي نتيجة التعرض لضغوط، ضغوط العمل، ضغوط البيت، ضغوط المادية، ممكن يصير شيء عنا يعني مثل الصداع التوتري يلي بيحس حاله هالمريض، سواء كان يعني هو بيصيب النساء للأسف أكثر، بجوز هم حساسين أكثر للتوتر، فبصير مثل شد على الراس، مثل إذا مربوط الراس بالحقيقة، وبيجي يوميا غالبا بالمساء، يعني بيناموا بيرتاحوا بالليل، بيفوقوا الصبح يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم، مع الضغط مع المدابرة مع هيك تعب النهار، بيرجع المساء اليوم بصير هالصداع. الفحص العصبي بيكون طبيعي تماما، قاع العين بيكون طبيعي تماما، لو ساوينا تصوير ومنام كل شيء بيكون طبيعي، وبالتالي هذا بنعرف انه هو نفس المنشأ، وبالتالي علاجه يعني بده علاج معطي احيانا بعض مضادات الاكتئاب لنخفف شوي نريح المريض من هالضغط والتوتر اللي عنده. طيب دكتور بظل الحروب والازمات ما زلنا نتعرض لصدمات، وهالشيء يسبب مشاكل او خلل بالجهاز العصبي، خلينا نحكي عن ابرز المشاكل او الامراض. هلا بالحقيقه اكيد يعني كل العالم بتصير حروب وازمات، بنعرف بصير احيانا تفرق بالعائلات، بصير احيانا التهدم بالبيوت، بصير لا سمح الله اصابات وقتل وفقد لناس عزيزين، وبالتالي هدول بيأثر نفسيا على معظم الناس. بنعرف احنا الاضطرابات النفسيه بتزيد، الاضطرابات النفسيه نسبتها بالحروب بتوصل لل 11%، الاكتئاب بيوصل ل 22%، وبالتالي كل هالازمات هي يعني بدنا نحاول نلاقي لها نتأقلم معها. هلا التأقلم معها ما بيكون دائما بالسهولة، لناس فقدوا بيوتهم، فقدوا عملهم، فقدوا احيانا الامان والاطمئنان، وبعضهم هاجروا، بعضهم نزحوا، وكل هالعوامل هي بنعرف هي عوامل بدها انتباه. اولا نحن نشيل بعضنا، نحن بنعرف يعني بسوريا الحمد لله وصارت الازمه
كان بسوريا فيها حضارة وفيها تاريخ وفيها 23 اثنين جروب كلياتهم سوريين كلياتهم، يعني الرابط بيناتهم هو الحب لسوريا، ونحن بنقول الرابط بين هال 23 اثنين جروب حبنا لبعضنا، حبنا كسوريين لبعضنا، وبالتالي نحن بالحقيقة يعني بهيك أزمات مفروض نشيل بعضنا، مفروض نتعاون، مفروض وبعدين اللي بيصير بالحقيقة رمضان النافع عمارف نحن بالحزب السوري كان في عنا تقريبا مراكز النفسيه كانت تقتصر على المشافي بحلب، مشافي نفسيه بالشام وحلب الحقيقه، بينما هلا بعد الازمه صار في مراكز ب 12 محافظه تقريبا هي بالحقيقه اللي بتتعاون سواء بالمدارس سواء بالجمعيات النسائيه سواء باستشارات نفسيه لهكذا بشر تضرروا من الازمات، وبتمنى انه دائما الله يفرج عن الجميع وتنحل هالازمات وما نضطر انه نتعرض لضغوط النفسيه. دكتور احمد خليفه شكرا كثير اليوم لمشاركتنا هذا الموضوع المهم. العفو، اهلا وسهلا.